رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث بشركة أكويتي جروب. رائد، أهلا وسهلا، صباح الخير. خلينا نبدأ من الجنيه الإسترليني، لأنه شفنا أنه عدد من البنوك بدأت تغير من توقعاتها لمستويات الجنيه. HSBC كانوا سابقاً عاملين فوركاست أنه 21 مع نهاية السنة، غيروها على 1.35، يعني لاحظ القفزة. نفس الشيء ميتسوبيشي UFJ عمل أيضاً تعديل لتوقعاته. نمورة هلأ بتوقعوا 1.40 مع نهاية السنة، ومورغان ستانلي قالوا رح يراجعوا توقعاتهم للجنيه الإسترليني. يعني هل ما السبب وراء ذلك، وهل مثل ما بيقولوا هل براكتيكال هاي النسب انه يتم الوصول اليها؟ طبعا بنتيجة تعديل السياسة النقدية، النظرة للسياسة النقدية والتدخل الذي قد يحدث من خلال السياسة النقدية بتشديدها ورفع أسعار الفائدة، الحديث تغيرت النبرة بعض الشيء من الحيادية التي كانت يتبعها بنك إنجلترا المركزي إلى ضرورة التدخل للحفاظ على مستويات التضخم من الخروج من السيطرة. 2.9% ضعف في الجنيه الإسترليني، وتخوفات من إمكانية ضعف آخر بنتيجة انه يكون في عنا او ارتفاع في مستويات التضخم بنتيجه انه في عنا ضغط اكبر بالفتره الحاليه على المفاوضات وسير المفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. بالتالي يعني يبدو في نوع من الاتفاق داخل المركزي البريطاني، الاصوات تزداد اكثر بنتيجه الرفع. يعني كان الجميع يتوقع ضعف الاسترليني لانه مش واضحه بعد المفاوضات بشان البريكزيت، بس يبدو انه السوق لا ينظر الى ذلك، بل بالعكس صرنا الفوكس على انه بنك اوف انجلند لابد وان يرفع الفائده في ظل التضخم عن 2.9%. فبعدنا عم نسمع المحللين بيتحدثوا عن البريكزيت، ولكن السوق بالفعل رجع لما ما قبل البريكزيت مستويات الاسترليني. هو معروف انه الجنيه الاسترليني في فوليتيليتي وتقلب حاد بشكل عام، وبالضروره اللي نحن اللي عم نشوفه حاليا انه قد نرى انه فعلا اثار البريكزيت السلبيه التي قد تدفع بالجنيه الاسترليني لمستويات 1.18 والى ما دون ذلك، تلاشت هذه الاصوات تماما، ويدعم ذلك اقبال ويدعم ذلك ارتفاع في قيمه الجنيه الاسترليني وثقه من قبل المستثمرين اجمالا، هي اللي عم تخلينا تو ايدج اب بهالطريقه، هي اللي عم نشوف فيها الجنيه الاسترليني يقترب الى مستويات 1.40. لكن ما ننسى انه في عندنا ديبريشيشن او انخفاض كبير كان في قيمه الجنيه الاسترليني، وهذا فنيا نحن بنقول عمليه تصحيح بتكون موجوده حاليا، وامكانيه الارتفاع الى هذه المستويات مدعومه بقرار السياسه النقديه وتشديد السياسه النقديه ورفع اسعار الفائده. يعني لو ما كان حديث رفع اسعار الفائده ما كان ابدا، يعني لو قلل البنك المركزي البريطاني من ارتفاع التضخم اللي هو عند 2.9% وقال انه مرده ان يعود الى التوازن مجددا، كان لم يقل سوف نرفع اسعار الفائده بهذه الجديه واكثر من تصريح لكارني. ننتقل الى الفيدرالي هذا الاسبوع، ماذا نترقب رائد، وكيف برايك ممكن ان يكون رد فعل الدولار؟ نترقب أي حديث قد يعطينا إشارات أكثر وضوحا لإمكانية رفع ثالث في أسعار الفائدة. بيانات التضخم الأخيرة التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما كانت إيجابية، وبالتالي هذا يقلل من الضغوط نوعا ما على الفيدرال الأمريكي للإبقاء على السياسة التيسيرية لفترة ممتدة بشكل أطول، خصوصا أنه انخفضت بالفترة الماضية احتمالية رفع أسعار الفائدة لمرة ثالثة هذا العام. أيضا ما ننتظره أو الأهم ممكن جدا أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة، والمفاجأة قد تكون برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، هذا قد يسبب نوعا ما اضطراب للأسواق وقوة مباشرة في الدولار الأمريكي. ما نركز عليه هو خطاب جانيت يالن رئيسة الفيدرال الأمريكي، أي تلميحات بشأن تقليص الميزانية 4.5 تريليون دولار التي يمتلكها الفيدرال الأمريكي. طبعا أي تلميحات حول سير كيفية تخليص هذه الميزانية بلا شك سوف تؤثر على تعاملات السوق، ونريد فعلا أن نعي كيف ممكن يتفاعل الدولار الأمريكي معها. شكرا جزيلا لك سيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث بشركة أكويتي جروب، أهلا وسهلا بك.